هل أنتما بخير؟ أن للمرأة حق التصرف في كامل مالها دون الرجوع لزوجها أو لغيره؟ بالطبع، قال جل ثناؤه: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. صدق الله العظيم، ما دامت رشيدة اكتسبت حق التصرف في كامل مالها وحدها كيفما شاءت. عذرا يا إمام، ولكن هكذا باتت حجج الإمام مالك محل طعن وتشكيك. إذا ذكر العلماء فشيخنا مالك هو النجم، ما من أحد بلغ مبلغه في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته. وبلقياه استوت لدي آلة الاجتهاد، هو أستاذي وشيخي ومعلمي، وعنه أخذت العلم، وما من أحد أمن علي من مالك. رحمه الله، لا يوجد كتاب في الأرض في العلم أكثر صوابا من كتابه الموطأ، وما كتب الناس شيئا بعد القرآن أنفع منه. ولكنه رحمه الله كان بشرا يصيب ويخطئ، وله في الحالين الأجر على الاجتهاد. كان دائما يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي.